Salam alaikum. Friede sei mit euch und unseren Angehörigen im Irak und allen Menschen dieser Welt. Sam und ich, Tida, freuen wir uns, Sie in diesem Abend zu begleiten und wir wünschen Ihnen viel Spaß. Salam Allahu alaikum wa ala ahlina fil Irak wa li kulli shu'ub al-alam. أنا سهم الغبان وأيضاً زميلتي فداء راح نقدم اليوم حفل إبداع عراقي في ألمانيا ونتمنى لكم أمسية سعيدة لهذا اليوم. Dank unserer emotionalen Bindung zu unserem geliebten Irak. Ich wiederhole. Dank unserer emotionalen Bindung zu unserem geliebten Irak bleiben wir auch in diesen stürmischen Zeiten unserer Heimat zurück. Aktivitäten junger und kreativer Landsleute machen uns stolz und geben uns Hoffnung, dass dieser große Tag kommt und auch der freiheitliche Himmel über unser geliebtes Zwiesturmland aufgehen wird. Nicht wenige unserer Landsleute widmen viel Herzblut und Energie auf, um unsere Nation mit einer der großartigsten Geschichte und Zivilisation stolz zu machen. Auch auf unserem Forum IBDA, dem Kreativitätsforum von und für Iraker, wollen wir Ihnen Ihre Leistungen in Deutschland präsentieren. Denn Irak ist überall, wo Iraker sind. قلوبنا ومشاعرنا ونشاطاتنا اليوم هي للوقوف معكم في ساحات التغيير. في عراقنا الحبيب ولدعم وتأييد هذا الشباب العزيز الكريم المبدع والذي يعلمنا كل يوم إن الحرية قادمة وطرق الوصول إليها كثيرة بإمكانيات وطاقات أبناء الشعب الذين شكلوا لنا بتظاهراتهم الحضارية ورقي فكرهم أجمل لوحة إنسانية معبرة للحياة. فتحية حب وتقدير وإجلال لهذا الشعب العظيم صاحب أهم الحضارات الإنسانية. هنا أيضاً ملتقى إبداع نسعى لإظهار العراقيين بما هم أهله وبما يليق بهم وبإنجازاتهم في دولة ألمانيا، لأننا نعتقد أن العراق يمتد بامتداد العراقيين أينما كانوا. Unser heutiges Meeting zunächst mit einer Schweigeminute für unsere Märtyrer und Opfer unserer Heimatland. نبتدي لقاءنا اليوم بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء العراق شهداء الوطن. شكرا جزيلا. Und nun bitte die Nationalhymne interpretiert von der wunderbaren irakischen Künstlerin Rita Williams. الآن سنقدم النشيد الوطني العراقي بصوت الفنانة العراقية ريتا ويليام. Thank you.
المهندس فراس الأحمدي فليتفضل. أسعد الله مساءكم حضورنا وسلام الله عليكم وعلى أهلنا في العراق. Gott segne dich an diesem Abend und Friede sei mit dir, unser geliebtes Irak. منصة إبداع فكرة طموحة ابتدأت بصفحة على الفيسبوك للعراقيين في ألمانيا لتشهد في عامها الأول أول تجمع لأعضائها في لقاء بمستوى الطموح والعشرات من النشاطات للعراقيين المتميزين في شتى المجالات مطلقة في السنة الثانية والثالثة ملتقيات تحمل اسم إبداع عراقي في ألمانيا جمعت نخبة كثيرة وأسماء كبيرة من الكفاءات والطاقات المتميزة للعراقيين في ألمانيا وسط حضور منوع وكبير ساهمت المجموعة بعدها بشكل أو آخر في إقامة ودعم المئات من المشاريع الفردية والجماعية لمختلف المجالات في كرياتيفيتيتس بلاتفورم إبداع war von Anfang an ein sehr ehrgeiziges Projekt. Angefangen hat es mit einer schlichten Facebook-Seite für Irakerinnen und Iraker, die in Deutschland leben. Im ersten Jahr kam es zum Kennenlernen-Treffen der einzelnen Mitglieder in den Dauer auf folgenden zwei Jahren kamen es erneut zu weiteren Treffen. Und es stellte sich heraus, dass die Kreativitätsplattform IBDA ein wahres Forum für Ehrgeiz, Energie und Talent ist. الآن سنعرض عليكم خمس دقائق لبعض ما تم توثيقه من مسيرة السنوات الخمس علها تعطي تصور بسيط لنوعية ومستوى العمل Jetzt zeigen wir Ihnen 5 Minuten eines Teils des dokumentierten 5 Jahresaktivitäten um Ihnen einen einfachen Überblick über die Qualität und das Niveau der Arbeit zu geben Thank you.
الاحتفال بالجالية العراقية اللي موجودة بألمانيا تحت شعار العراق في كل مكان. هذا اللي نريد نوصله، أنه العراقي أينما كان هو يمثل العراق بثقافته بخلقه بإنتاجه. في ألمانيا وممكن في أوروبا للمبدعين العراقيين في ألمانيا. أتمنى تكون استمتعتوا مثل ما أنا استمتعت. طبعاً هاي ذكريات جميلة. Das war für mich wirklich schöne Zeit. Also مع كل هذه النشاطات سيتم إن شاء الله في منتصف العام القادم إطلاق تطبيق منصة إبداع على الهواتف الذكية للناطقين باللغة العربية. ستنشر عليه شخصيات ملهمة وصاحبة إنجازات أو مشاريع ناجحة في كل المجالات في ألمانيا. كذلك سيحتوي على واجهة الخدمات في المجالات الطبية والاجتماعية والتجارية والتسوق إلى آخره. إن ما يميز التطبيق هو إمكانية تحديد المستخدم للمواضيع التي يختار عرضها على واجهة المنصة حسب رغبته، وكذلك إمكانية أن ترسل إليه إشعارات لما هو مهتم به فقط. لذلك وفعليا فهو لا يسلبه وقته في التصفح، إنما يستطيع الدخول عليه متى ما أحب حتى لو بالأسبوع مرة، وسيساهم في أرشفة المواضيع حسب الأقسام والمجالات لكي يستطيع الوصول إليها بشكل أسهل والكثير من المميزات المفيدة. متى نكستن Jahres führen wir sogar ein arabischsprachiger Ab für Sie ein. Ibda gibt es dann auch für Smartphones. Interessante und inspirierende Rubriken aus den Bereichen Medizin, Soziales, Handel, Shopping etc. Die App wird intuitiv aufgebaut und erhält die praktische Push-Nachrichtenfunktion. Die App ist tatsächlich einfach zu bedienen und
erhält viele nützliche Funktionen. واليوم سنعرض عليكم النسخة التجريبية الأولى التي سيستمر العمل على تطويرها للأشهر القادمة لتكون متاحة للجميع. فمرحبا بكم وبكل التجارب الإيجابية التي تحبون أن تنشرونها لكم أو لمن تعرفونهم، ومرحبا بكل الجهود المساندة والداعمة والتي تحب أن تكون راعية ومعلنة في هذا المشروع الثقافي والخدمي. Wir würden Ihnen bereits heute eine erste Beta-Version anbieten. Informieren Sie Familie, Freunde und Bekannte und geben Sie uns ein Feedback über Ihre ersten Erfahrungen. Gerne können Sie auch dieses Projekt in Form eines Sponsorings unterstützen. بالنهاية شكرا لإصغائكم ولتواجدكم جميعا. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr zahlreiches Erscheinen. Dankeschön. شكرا جزيلا. شكرا براس. حقيقة أنت مبدع، يعني لولاك إحنا ما نجمعنا بهذا المكان، هذه حقيقة. Vielen Dank auch von mir. راح نبدأ بأول الشخصيات. يعني بس publicum. Ich freue mich sehr, Ihnen die erste interessante Persönlichkeit vorzustellen. Wir fangen an mit Herrn Abbas Al-Qaisi, mit dem Softwareentwickler und IT-Experten. Herr Al-Qaisi ist 1971 in Khanaqin, im Irak, geboren. Er hat einen Abschluss in Agrartechnik an der Universität von Bagdad absolviert. Er ist einer der, genau, ist einer der Ersten, der Computertechnologien im Bereich Webdesign im Irak eingeführt hat und der Programmierer bekannter Alifons in Kurdistan und Syrien. Chefdesigner beim Verlag Beit al-Hikma in Damaskus Ende der 90er Jahre. Er hat eine langjährige Erfahrung in der Webprogrammierung und in Cloud Computing in mehreren deutschen Unternehmen gewonnen, mehrere Zertifikate als Software Engineering und IT Security. Ein Zertifikat vom Badrachan Festival des kurdischen Journalismus von 2017 für die positive Rolle von Alifons im Bereich Druck und Journalismus in Kurdistan. Er ist Gründer des Projekts Kurd 21 zur Digitalisierung der kurdischen Sprache und die Mobile Self-Care Initiative zur Stärkung des Krebsbewusstseins und zur Unterstützung von Menschen mit chronischen Krankheiten und besonderen Bedürfnissen. Er ist Gründer und Inhaber von Fadox für Web Solutions und mobile Applikations in Stuttgart seit 2013. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Er lebt seit 1999 in Stuttgart. هو مطور برامج وخبير في تكنولوجيا المعلومات مواليد عام 1971 في خانقين العراق. شهادة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة بغداد. عضو في جمعية الخطاطين العراقيين. مؤسس مكتب الشروق للطباعة والتصميم في بغداد في التسعينات. من أوائل الذين أدخلوا تقنيات الكمبيوتر في مجال التصميم الطباعي في العراق ومبرمج مجموعة خطوط علي المشهورة في كردستان وسوريا. كبير المصممين في دار بيت الحكمة للنشر في دمشق في نهاية التسعينيات. سنوات عديدة من الخبرة في برمجة الويب والحوسبة الانسحابية في العديد من الشركات الألمانية. حاصل على العديد من الشهادات في هندسة البرمجيات وفي تكنولوجيا أمن المعلومات. حصل على تكريم المهرجان بدرخان للصحافة الكردية لعام 2017 عن الدور الإيجابي لخطوط علي الكردية في الطباعة والصحافة في كردستان. مؤسس وصاحب مشروع كرد 21 لإيجاد حلول رقمية وقياسية للغة الكردية. مؤسس مبادرة الرعاية الذاتية المتنقلة لتعزيز الوعي بالسرطان ومساعدة الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة. صاحب مكتب
فاتكوس للحلول الانترنت وتطبيقات الموبايل في شتوتغارت منذ عام 2013. متزوج ولديه 3 أولاد يقيم في شتوتغارت منذ عام 1999. تم التعاقد معه على إنشاء وتطوير منصة إبداع كتطبيق للهواتف الذكية التي انطلقت اليوم بشكل تجريبي. فليتفضل الأستاذ عباس مجيد على المسرح. أنا منذ بداياتي كنت محب وشغوف بشيء بالبرمجة والخط العربي. هذا الشغف انتقل معي بعد تخرجي. أخذت معي وعملت في مجال تصميم طباعي في بغداد ثم في أكليف وفي دمشق ما قالوا لها التفاصيل. وبعد ذلك إلى ألمانيا هنا اشتغلت لمدة قارب 20 سنة في مجال البرمجة وأكثر شيء في مجال الحكومة الإلكترونية. يشرفني أنه أكلف الآن ببرمجة وتصميم تطبيق إبداع. طبعاً راح أتكلم أيضاً عن التطبيق. الانتقال إلى مجال تطبيقات الهواتف الذكية خطوة ذكية أيضاً، لأن عن طريق الهواتف الذكية نقدر نوصل إلى جمهور أوسع. بدينا بالبداية بمناقشة الفكرة، بعد أن وضعنا النقاط الأساسية لفكرتنا بدينا بالتنفيذ الفعلي. عناصر رئيسية هذا التطبيق هي المقالات المنصة اللي عن طريقها احنا نقدر انه مو فقط على الفيسبوك وعلى الانستغرام الاخبار نشر، وانما على التطبيق مع إمكانية هنا انه استخدام الاشعارات. يعني الشخص مو مضطر انه يدخل على الفيسبوك حتى انه يشوف انه خبر عن تجمع الابداع او لنشاط معين، وانما تجي الاشعارات في اي وقت مع امكانيه انه تخصيص هذه الاشعارات، بحيث انه هذه الاشعارات نقدر انه نخصصها بحيث ما الشخص مهتم مثلا بالرياضه او بالاخبار الفنيه فقط يختار نفسه انه فقط الاخبار الفنيه والرياضه فقط يستلم. على سبيل المثال عندنا ايضا في التطبيق دليل خدمات ابداع اللي عن طريقه نحاول نفسح مجال لاصحاب المهن وللمبدعين بانه يكون عندهم هنا تعريف عن انفسهم، والشخص اللي يكون في مدينه معينه هنا في المانيا يقدر بسهوله يتعرف على كل اصحاب المهن الموجودين في البقعه الجغرافيه اللي هو موجود فيها. اشكركم لحسن استماعكم، وارجو ان يكون التطبيق بعد ان ينشر للجميع يكون ينال اعجابكم. شكرا لكم. Danke sehr für diese schöne Präsentation. Und jetzt machen wir weiter und möchte ich Ihnen eine sehr interessante Dame erstmal, eine sehr interessante Persönlichkeit vorstellen. Das ist Frau Dr. Sana Adebas. Sie ist in Bagdad im Irak geboren und aufgewachsen, dann nach Österreich eingewandert. Hat Medizinstudium in Wien im Jahre 1991 absolviert. Danach hat sie ihre Facharztausbildung für Allgemeinmedizin abgeschlossen, um dann später die radiologische Facharztausbildung anzustreben. Im Anschluss hat sie 2009 ihre Facharztausbildung in Radiologie in Wien im Wilhelminspital abgeschlossen. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Danach hat sie in dem Krankenhaus Kaiserin Elisabeth Spital bis 2011 gearbeitet, dann in der Krankenanstalt Rudolf Stiftung, CTMR konventionell MS, das sind ja Fachwörter, vielleicht können Sie uns gleich das erklären.
bis 2016 als Fachärztin für Radiologie. In dieser Einrichtung ist sie bis jetzt ebenfalls in der Mammographieabteilung, zertifiziertes Mammographiezentrum, tätig für Schandbiopsien, Mammotopie, US, MR, Mammographie durch. Sie hat auch in Pharmaindustrie als Medical Advisor und in Onkologie, Forschungslabor und Studienführung. Teilnahme an nationalem und internationalem Onkologie-Kongress 2002 bis 2004. Aus familiären Gründen hat sie am 2016 ihren Wohnsitz nach Deutschland, Trier und Umkreis, verlegen müssen und seitdem arbeitet sie in Deutschland im Wittlich Krankenhaus mit dem Schwerpunkt Mammographie. Während ihrer aktiven Zeit hat sie an zahlreichen Kampagnen für hilfsbedürftige Iraker mitgewirkt. Sie kümmert sich um die Koordinierung Wissenschaftler, Mediziner und humanitärer Projekte zwischen dem Irak, Deutschland und Österreich, europaweite Kontakte zu Verbänden, Non-Profit-Organisationen und gemeinnützigen Vereinen erleichtern ihr die tägliche Arbeit. Wobei sie von ihren umfassenden Beziehungen in diesen Bereichen in Europa profitiert, auch eine Zusammenarbeit ist mit EBDA vorgesehen. الشخصية القادمة الدكتورة سناء العباس طبيبة الأشعة التي ترى ما لا نراه. من مواليد العراق عاشت فيه الطفولة وغادرته في الصبا إلى النمسا حيث ابتدأت دراسة الطب في جامعة فيينا العريقة والتي أكملتها في عام 1991. عملت في مستشفيات وأقسام متعددة حتى حصولها على دبلوم تخصص في الطب العام عام 1998 ودبلوم طب الطوارئ في عام 1999. عملت في قسم الدراسات والبحوث المختبرية والتوجيه وقسم أمراض الدم. عملت كمستشار طبي لصناعة الأدوية وعلاج الأورام عن طريق التجارب السريرية وكذلك كمديرة للأبحاث السرطانية في شركة إيفنس إحدى شركات الأدوية في العالم. وقد شاركت في المؤتمر الوطني والدولي للأورام بين عامين 2002 وعام 2004 وكذلك العديد من المؤتمرات العالمية في أمريكا ودول أخرى. درست التخصص بالأشعة كطبيبة مقيمة في قسم الأشعة لمستشفى رودولف أنب هاوس من عام 2004 حتى عام 2009 لتحصل على دبلوم في الطب الإشعاعي. عملت كأخصائية في مستشفى الأشعة كيسرين إليزابيث هوسبيتال ما بين عام 2009 و2011، أخصائية في الأشعة MR و CT وفي قسم التصوير الإشعاعي للثدي في مستشفى رودولف منذ عام 2011 حتى عام 2016. أتمنى أن اللغة المصطلحات تلفظها بالطريقة الصحيحة. بعدها انتقلت مع عائلتها إلى ألمانيا في مدينة تريير حيث تعمل حاليا في مستشفى فيتلش قسم التصوير الإشعاعي للثدي. ساهمت خلال مدة عملها في العديد من حملات المساعدات الخيرية تجاه العراقيين كمرضى وأفراد وجهات مدنية أو مؤسساتية، وآخر تلك الحملات توفير أجهزة فحص إشعاعي لصالح منظمة أطباء بلا حدود في العراق لفحص المرضى دون مقابل يتم التفاوض على نقلها إلى العراق. تسعى لتنسيق مشاريع علمية وطبية وإنسانية بين العراق وألمانيا والنمسا مستفيدة من علاقاتها الواسعة في هذه المجالات في أوروبا، وهي منفتحة على التواصل مع الجمعيات والمؤسسات والأفراد أصحاب الشأن من أجل تطوير هكذا مشاريع بالتعاون مع منصة إبداع بكل تأكيد. نرحب جميعا بالدكتورة سناء الدباس. أحلى ما أهداني الله إلى أثناء مرحلتي هذه العملية هي زوجي الدكتور باسل دباس اللي كان مصدر تشجيع لي ومصدر قوة لي وما زال. أنجبنا اثنين أولاد، بنية راح تتخرج صفر، راح تتخرج إن شاء الله في هذا العام من الطب من جامعة دوسلدورف، وابني راح يتخرج إن شاء الله من جامعة إسبانيا كطبيب أسنان في السنة القادمة. شكرا.
أكثر ما واجهني من تحديات خلال هاي طبعاً هذه اللي اختصرتها الآن في دقيقتين هو عبارة عن سنين طويلة من التعب والمشقة والتحديات والصعوبات. أكثر ما واجهت التحدي هو الموازنة ما بين خلوه المسؤولية المزدوجة للمرأة ما بين عملها وما بين بيتها وأولادها وعائلتها والمسؤوليات الاجتماعية المترتبة عليها. وأعتقد كل مرأة هنا موجودة تقدر تعرف مدى صعوبة إنه المرأة توازن ما بين طموحها وما بين حفاظها على عائلتها وعلى أولادها. بس بالصبر والمثابرة والتعاون بين الزوجين وتحديد الهدف تستطيع المرأة إنها تحقق طموحها وتحقق أيضا استقرارها العائلي. المرحلة لم تنتهي، شاءت الأقدار أنه نجي إلى ألمانيا. لما جيت لألمانيا أول شيء عملته هو الاختصاص في تشخيص الأمراض السرطانية للصدر، واشتغلت أيضا بهذا المجال وما زلت أشتغل في ألمانيا في إحدى أكبر العيادات في مدينة ترير في السنتر. ساعدنا في جمعية تعاون العراقي النمساوي أنه نجمع عشرات الأطفال من العراق وبالذات من البصرة اللي مصابين بتشوهات خلقية وأمراض في القلب لمعالجتهم وإجراء العمليات المستعصية لهم. وعملنا جدول ما بين مجموعة من النساء لحتى نتبادل رعاية هؤلاء الأطفال في فترة النقاهة بعد مرحلة العملية. عملنا نشاطات اجتماعية ونسائية، صفحات سنوية ترفيهية. برأيي أكثر شيء مهم عملته هو جمعنا الشباب، الشباب اللي ولدوا في الغرب، اللي نشأوا في الغرب، اللي ما يعرفون العراق أمرهم مشافيه فقط من السماع. جمعنا هذول الشباب وكوننا فت شبكة بيناتهم، أولاً شبكة تواصل إنه يتعرفون على بعضهم، وثانياً إنه يتبادلون ما بيناتهم لأنهم يتلقون قيم مختلفة بالمدارس عما القيم اللي احنا نريد نعطيهم اياه. فمن يشوفون نفسهم انه هم بالحق مو وحدهم وانما ضمن مجموعه، فهذا كان يسهل علينا ايضا انه احنا نقدر نعطي قيمنا اللي احنا نريد نعطيها لاولادنا. فكان هذا يعني جدا ممتع التعاون مع الشباب والاتصال مع الشباب. وبرايي انه هذه اهم مسؤوليه يعني تلقى على عاتقنا هنا جميعا كلنا بالغربه. ذول الشباب نزرع بهم حب الوطن وحب انتمائهم للوطن. اذا حققنا هذا الشيء راح نحقق مستقبل العراق، هم الثروه الحقيقيه برايي. واخيرا الرساله اللي احب اوصلها من خلال مشاركتي لكم لحياه درب العمل هي انه مو شرط ان الانسان يعمل مشاريع جباره ومكلفه وعملاقه، كافي لو كل واحد يسوي فشي بسيط من موقعه، هل يقدر عليه؟ هل يسمح به وقته؟ ولكن باتحاد هاي اعمالنا الصغيره راح تصير عمل كبير مثل السيراميك، قطعه صغيره ما لها رونق بس ما تجتمع تسوي لوحه رائعه. اشكركم جدا. شكرا دكتور سماح، عمل إبداعي وإنساني في نفس الوقت. فيلم بانك ودكتور عباس في دي شونة بريزنتاتيون. Wir machen jetzt weiter und unser dritter Gast ist der Arzt, Diplomat und Schriftsteller Herr Adam Ischel. Herr Adam Ischel ist 1967 in Mosul im Irak geboren. 1993 Abschluss des Zahnmedizinstudiums im spanischen Valencia. 1995 war er angestellt bei der spanischen Botschaft in Bonn in Deutschland. 1998 begann er seine Tätigkeit als Zahnarzt in der Stadt Aachen, Deutschland. Dort schloss er auch sein Aufbaustudium im Jahr 2003 ab. Bis 2006 war er in der Zahnärztekammer als Rechtsreferent in der spanischen Hauptstadt Madrid tätig. Gemeinsam mit drei Ärzten arbeitete er in einer Zahnklinik der Stadt Jülich. Von 2010 bis heute
arbeitet er als Verwaltungsbeauftragter für Zahnmedizin in einer offiziellen Behörde der Stadt Köln. Seine Arbeit im literarischen und schriftstellerischen Bereich ist seine zweite Leidenschaft. Er thematisiert vor allem die Epoche während des Ersten und Zweiten Golfkrieges und die daraus resultierende Tragik und Leid für das irakische Volk. 2013 veröffentlichte ein Buch mit dem Titel Erinnere mich, wie ich dich erinnerte, ich verlangsam. Es behandelt die Probleme der Online-Welt und sozialen Netzwerke, von Betrügern und Heiratsschwindlern, die Masken verwenden und Opfern Emotionen und Gefühle vorspielen. 2014 veröffentlichte er ein weiteres Buch über die Ereignisse und Kriegsursachen des Iran-Irak-Krieges und die Auswirkungen wie Armut, Unleid unschuldiger Zivilisten. 2016 kreierte auf Spanisch das Theaterstück Ein Traum in Bagdad. Es wurde mehrmals erfolgreich in Madrid und Valencia aufgeführt. 2018 verfasste er ein deutsches Buch mit dem Titel Exil. Dieses beinhaltet Gedichte, philosophische Werke und ökonomische Essays, die Situation unschuldiger Menschen näher beleuchtet. 2019 verfasst er erneut ein Buch mit dem Titel Der Himmel der Armen in deutscher Sprache. Dieses ist noch nicht veröffentlicht und thematisiert das Leben der Reichen und Armen. Reichtum, Erfolg und das Geheimnis des Erfolgs aus deren Blickwinkel. Im Jahr 2019 erfolgte die Überarbeitung und Fortsetzung des noch nicht veröffentlichten Theaterstücks. Das Stück handelt von irakischen Flüchtlingen in Deutschland bzw. Europa und deren Traum von Stabilität und Wiedervereinigung. Das Ganze wird in Form von folkloristischen Tänzen und Liedern performt. المبدع القادم آدم عيشو الطبيب الدبلوماسي الأديب. هو من مواليد الموصل العراق عام 1967. عام 1993 أكمل دراسته طب الأسنان في مدينة فالنسيا الإسبانية. عام 1995 توظف في السفارة الإسبانية في مدينة بول الألمانية. عام 98 ابتدأ العمل كطبيب الأسنان في مدينة آخن، وفيها أيضا أكمل دراساته العليا لعام 2003. عمل في نقابة أطباء الأسنان كممثل قضائي في العاصمة الإسبانية مدريد حتى عام 2006. عمل في عيادة لطب الأسنان مكونة من ثلاثة أطباء في مدينة يورش حتى عام 2010. منذ عام 2010 ولغاية اليوم يعمل بصفة إدارية كمشرف قانوني في طب الأسنان في إحدى الدوائر الرسمية في مدينة كولونيا الألمانية. أما عمله في المجال الأدبي والكتابة فهو جانب مشرق آخر من حياته، ابتدأها بإصداره لأول عمل أدبي في عام 2010 تحت عنوان المتشرد باللغة الإسبانية، حيث نال إعجاب الكثير من القراء في إسبانيا ودول جنوب أمريكا الناطقة بالإسبانية، وحقق نسبة مبيعات عالية. يتناول الكتاب المواطن العراقي في فترة حربي الخليج الأولى والثانية ومأساة الحصار الذي فرض على الشعب العراقي. في عام 2013 نشر كتاب آخر بعنوان أمل اذكريني كما أذكرك أنا، يعالج المشاكل العاطفية عبر الانترنت وصفحات التواصل الاجتماعي واستخدام الأقنعة للذين يستغلون مشاعر وعواطف الذين هم بحاجة إلى رفيق زواج أو رفيق حياة. عام 2014 نشر كتاب عن أحداث الحرب العراقية الإيرانية وأسباب الحرب والغموض السائد
على الشعب المسكين ومعاناة الأبرياء بدون أن يعرفوا أسباب الحرب وتأثيراتها الإنسانية. عام 2016 كتب مسرحية غنائية راقصة بعنوان حلم في بغداد بالإسبانية، عرضت في مدينة مدريد وفالنسيا عدة مرات. في عام 2018 كتب كتاب باللغة الألمانية بعنوان المنفي، يحتوي على الشعر والفلسفة والاقتصاد، وناقش حالة الأبرياء الذين هم بلا وطن. في عام 2019 كتب كتاب بعنوان سماء المساكين بالألمانية، لم ينشر بعد، ويتطرق إلى هيمنة الأغنياء على الفقراء وحسد الأغنياء والبحث عن سر سعادة الفقراء ونجاحهم في مجالات عدة في الحياة. في عام 2019 تنقيح المسرحية الغنائية وإعادة تشكيلها كي توحي بحالة اللاجئين العراقيين في ألمانيا وحلم الاستقرار ولم شمل العوائل المشردة، وهي تجسم الواقع العربي في أوروبا وتعبر عنه عن طريق الأغاني وبعض الرقصات الفلكلورية، لكن لم ينشر بعد هذا المسرحية. فنرحب معا بالأديب والطبيب والدبلوماسي آدم إيشو. كنت أريد أتكلم عن المجال الكتابي اللي أنا بدأت فيه في سنة 2010. في سنة 2010 أنا بدأت أكتب باللغة الإسبانية، كتبت عدة كتب اللي تتطرق عن بلدي وتتطرق عن المشاكل اللي قام بها الوضع الدائم اللي نحن تعرفنا عليه. بغض النظر انه انا ما عشت في العراق، خبرتي كمطرب منذ اكثر من 33 سنه برا العراق. فكتبت واحد من الكتب اللي هو المنفي، وهذا الكتاب كنت احب اشارككم به عن محتوى هذا الكتاب. يتطرق عن كيفيه معاناه الشعب العراقي إذا كان في حالة الحرب اللي عانى فيها العراق أو في حالة الحصار. فالعراقي لما يطلع من بلده يكون بدون جنسية، بدون وطن، وبغض النظر عن الدول العربية المجاورة ما يعترفون فيه كإنسان عنده جنسية، فيعاني. وهذه المعاناة اللي يعاني بها العراقي في جميع أنحاء العالم وخاصة في الدول العربية المجاورة تولد عنده طاقات، وهذه الطاقات ممكن نقول عنها أنه هي طاقات مبدعة. هذه الطاقات تطلق من الكبت اللي يصير عنده، من الحرمان اللي يصير عنده. وهذا الكتاب يتطرق من سنوات طويلة من الشاب العراقي شلون يتغرب وشلون يوصل إلى بر الأمان. بس حتى يوصل إلى بر الأمان يعاني كثير، وهذه المعاناة تخلق أشياء موجودة فيه ممكن ما تكون عند أي إنسان آخر، وخاصة عند الناس الآخرين، يعني مثلا خلينا نقول الدول الأخرى. لأنه المعاناة الوحيدة اللي يعاني كان فيها الشاب العراقي هي أنه بلا وطن، لا يوجد له جنسية، يخرج من العراق ممكن بهروب أو بأي طريقة ما، ولكن في آخر المطاف هو يبحث عن هوية لأله، وهويته العراقية هي واحدة من الهويات الأسمى الموجودة خاصة في الدول العربية المجاورة أو الجوار العراق. وبعدين ومن ثم كتبت كتاب آخر اللي هو يتطرق عن شلون يصير استغلال الآخرين عن طريق الإنترنت، عن طريق التواصل الاجتماعي. عندما شخص يبحث عن رفيق زواج أو يبحث عن رفيق لحياته، ممكن الأيام تمر وهو يكون بدون رفيق زواج، ويوجد الكثير من الناس يتقنعون ويتمكنون بشخصيتهم. وهذا الكتاب اللي هو أخذ طابع كشعر ونفس الوقت كفلسفة، شلون الإنسان يستطيع أن يبني حياته بدون اللجوء إلى أشياء مثل التواصل الاجتماعي، لأن هذا الشيء هو شيء شخصي، وهذا الشيء لازم يكون
التعارف الشخصي وليس التعارف الغامض. التعارف يعني في العراق نقول منع منه هو الطرف الثاني من الشهداء. هذا الكتاب تطرق منها أيضا وأيضا باللغة الإسبانية كتبته. وهذول الكتابين طبعا نشروا في إسبانيا ونشروا في جنوب أمريكا وجاب مبيعات جيدة. ووصل الكتاب الجديد اللي أنا بصدده وهذه السنة إن شاء الله على أساس يعني في أعياد الميلاد ينشر اللي هو سماع الفقراء. هذا الكتاب اللي هو راح يتطرق شلون الناس الفقراء الصراع بين الفقير والغني الصراع المادي والصراع العلمي والصراع الإبداعي. يعني نحن نحكي عن شيء اسمه إبداع ودائما الفقير يكون عنده إبداع أكثر من الغني لأن الأغنياء يعتمدون على المادة يعتمدون على الثروة اللي صنعوها فيكون التجار يكونون على هذا الأشكال. لكن الفقير دائما يسعى أن يدرس يسعى أن يكون مبدع في الحياة يسعى أن يبقى الآخرين وفي نفس الوقت يسعى أن يفيد الآخرين. أقول ما لدي من ما أقوله ومع شكر جزيل لكل حضور. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Ihnen Frau Suzanne Al-Salihi vorzustellen. Suzanne Al-Salihi ist am 1978 in Irak geboren und hat dort einen Abschluss als Bachelor of Arts in Übersetzungswissenschaften und Dolmetschen für Englisch und Arabisch absolviert. 2003 hat sie mit dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes Bagdad Irak als Feldoffizier für die Aufklärungskampagne gegen Minen gearbeitet und war eine von drei Frauen aus dem Irak, die ausgewählt wurden, an einem internationalen Austauschprogramm in der Schweiz teilzunehmen. In Jordanien hat sie mit der Vereinten Nationen Weltgesundheitsorganisation gearbeitet. In Deutschland hat sie erstmal ein neues Leben für sich und ihre Familie gefunden und angefangen, eine neue Sprache zu lernen und sich selbst fortgebildet, sodass sie hier erstmal ankommen. Mit dem gleichen Ziel, mehr Frauen zu unterstützen, motivieren und zu aktivieren. Ihr Können umzusetzen und ihre wichtige Rolle in der deutschen Gesellschaft einzunehmen, zu stärken und ihre Ziele zu erreichen. Seit 2016 koordiniert sie das Programm Lübecker Stadtmütter, in den Frauen oder in den Frauen mit und ohne Migrationshintergrund zu sozialen und gesellschaftlichen Themen fortgebildet werden. Dieses Projekt richtet sich an erstens bildungsferne und schwer erreichbare Familien mit oder ohne Migrationshintergrund, um langfristig eine Teilhabe an der Gesellschaft sicherzustellen. Zweitens, Frauen, die als Stadtmütter individuell gefordert werden, um so in den Arbeitsmarkt zu kommen. Stand Dezember 2018 haben die Lübecker Stadtmütter insgesamt 768 Familien durch 2438 Hausbesuche in Lübeck informiert. Teilnehmerinnen der Kurse von 2013 bis 2018 insgesamt 157 Frauen aus 32 Ländern, die 36 Sprachen sprechen. 68 Frauen davon sind in bezahlter Tätigkeit. 2018 erhielt das Programm Lübecker Stadtmütter seine bundesweite Anerkennung durch den Bundespreis für Demokratie und Toleranz und damit haben sie ein Zeichen gesetzt, dass die Frauen mit Migrationshintergrund auch eine starke und aktive Rolle in der Gesellschaft für Demokratie gegen Hass und Rassismus annehmen können. الشخصية القادمة المبدعة هي سوزان الصالحي. ولدت وعاشت في العراق، حاصلة على بكالوريوس الأدب في الترجمة باللغة العربية والإنجليزية. في عام 2003 وخلال الحرب ابتدأت العمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بغداد كمسؤولة
ميدانية على حملة التوعية بالألغام، وكانت إحدى ثلاث نساء عراقيات تم اختيارهن للمشاركة في برنامج التبادل الدولي في سويسرا بحضور وزيرة خارجيتها التي أثنت على مثل هكذا برامج للتبادل الفكري والمهني مع بلدان أخرى عانت وتعاني من الفساد والحروب للعراق. واستمرت في العمل لغاية يوم التفجيرات الإرهابية التي طالت مقر المنظمة في 28/10/2003، حيث تم تقليص فريق العمل وإجلاء الموظفين. بعدها انتقلت إلى الأردن عمان، حيث عملت مع منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة مكتب العراق، وأثناء عملها ضمن النشاطات الاجتماعية والخدمية الإنسانية أدركت أن هناك مشكلة كبيرة وغير مفهومة تتمثل بتحجيم وتقليص دور المرأة في المجتمعات الشرقية عامة. من خلال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين استطاعت الانتقال إلى ألمانيا، وفيها بدأت تتعلم اللغة الجديدة وبناء طريق مهني تمكنت فيه من الوصول إلى المزيد من النساء الأجنبيات والعمل على تحفيزهن لاستخدام مهاراتهن في العمل وتولي دور مهم في المجتمع الألماني، ودعم طموحاتهن باجتماع باتجاه تحقيق أهدافهن. منذ عام 2016 تدير مشروع لوبيكشتات موتا، وفيه يتم تدريب سيدات ذوات أصول مهاجرة وأصول غير مهاجرة من بلدان مختلفة على العديد من القضايا الاجتماعية وتأهيلهم لمساعدة ومرافقة نساء وعائلات أخرى كوسيطة لغوية وثقافية. كذلك تشجيع المشاركة السياسية للمرأة على مختلف المستويات كجزء من نشاطها وتفاعلها ضمن المجتمع وضمن العملية الديمقراطية. يتميز هذا المشروع باستراتيجيته وأهدافه المزدوجة دعم السيدات المشاركات في هذا المشروع حتى يستطعن الدخول في سوق العمل. التواصل مع عائلات في الأصول المهاجرة لم يتم احتوائهم ضمن نظم الاندماج، وذلك لتشجيعهم على مشاركتهم في المجتمع في ألمانيا. خلال عام 2013 وعام 2018 من مجموع 157 سيدة من 32 دولة يتحدثن 36 لغة تم تأهيلهم لتتمكن منهم 68 سيدة يعملن حاليا بدوام كامل مدفوع الأجر. تم انتخابها في لجنة دعم المساواة وتكافؤ الفرص في مدينة لوبيك. في عام 2018 تم الاعتراف بمشروع لوبيكشتات موتا على الصعيد الوطني ومنحه الجائزة الاتحادية لدولة ألمانيا في الديمقراطية والتسامح، ومن خلاله تم التأكيد على أن السيدات ذوات الأصول المهاجرة يطلعن بدور قوي وفعال لا يقل أهمية عن غيرهن في المجتمع الديمقراطي ضد الكراهية والعنصرية. فنرحب معا بسوزان الصالح. يمكن دائما اشوف هواي ممثلين ومبدعين لما يوقفون على خشبة مسرح بلدهم او ويا ابناء بلدهم دائما يقولون هذا التكريم اللي فتشي غير يعني، وهذا الشيء اللي احس به هنا، وهذا الشيء اللي حسيت باول ما دخلت ويا اول خطوه دخلت بها هنا، لانه النجاح ويا لما يتكرم من يعني من ابناء بلدي هو اكيد غير شيء. فلذلك اشكر استاذ فراس يعني على الدعوه الرائعه، واكيد يشرفني انه اكون اليوم على منصه الابداع. انا مواليد 1978، كنت دائما كل ما اقول انا مواليد 78 يقولوا لي خطيه انت شفتي يعني سنه 80 بدات الحرب وما شاء الله لحد الان احنا الحرب. فكنت دائما اقول لا الحمد لله يعني على الاقل شفت سنتين. فمن أنا صغيرة كنت شوية متفائلة، كنت دائما أقول لا يعني إنه أنا إلي دور بالمجتمع، أنا أقدر أسوي شيء. بديت اشتغلت ويا منظمات دولية بعد ما تخرجت من جامعة مستنصرية قسم الترجمة. بديت أشتغل يعني منظمات إنسانية وبرامج إنسانية إلى أن قررت إنه أجي ألمانيا وحبيت أشتغل بنفس المجال.
أكيد حالي من حال هواية قاعدين إحنا يعني كل شوية كانت أكو تحديات لازم الإنسان كنت دائما أسمع لا إنه خلاص كمل ولغة على الكولتور طبعا الثقافة غير الثقافة الدين غير الدين يكفي إلى إنه كل ما أروح مكان لازم نسأل هذا حلال ولا فهون تحديات كانت بس كنت دائما أشوف إنه لا يعني لما أكو هواية نساء يأخذوني ك يعني يشوفوني ناجحة بشغلي أو يأخذوني كمثال لهم طبعاً أكيد المسؤولية تكبر فلذلك الحمد لله والشكر وفقني الله وقدرت أشتغل ببرنامج يقدر يساعد النساء لأن هواية نساء مثلي يوصلون أول شيء يتعلمون اللغة لكن يعرفون من يبدون يعني دارسين فتشي يحبوني يشتغلون غير شيء إلهم إبداع إلهم مواهب يريدون يستخدموها هنا بس يعني الفرصة ما تساعدهم فلذلك الحمد لله والشكر إنه الله قدر يوفقني وقدرت أساعد هواية من النساء الموجودين وياي بالبرنامج قدرت أدير الحمد لله برنامج ب مو فقط نساء عراقيات أو عربيات وإنما أيضا نساء من ألمانيا نساء ألمانيات فالحمد لله والشكر على هذا كله أتمنى إنه طبعاً يعني هواية قالوا لي من البداية إنه أنت محجبة يعني أنت الحين ألمانيا شرحت الدين فأنا كان دائماً ببالي أقول دمشق صفقة ودويتشلاند صفقة فبس شخش دليل فدائماً الواحد لازم يكون يعني متمسك بطموحه مهما كان هذا الطموح صغير أو يكبر والحمد لله وشكر على كل شيء ونخمة شكرا على الدعوة وشكرا إنه أنا اليوم طبعا هذا شرف يعني إني إنه أكون اليوم على منصب الدعوة شكرا جزيلا شكرا سيدة Jetzt möchten wir uns bei den offiziellen Sponsoren dieses Talenteforums bedanken. Und zwar einmal auf Deutsch und einmal auf Arabisch. Erstmal wir bedanken uns Herr Raumidanur von der Arad Versicherung, Frau Russell und Herr Anas Abdulrahman vom Übersetzungsbüro Translatrix und Herrn Wissam Al-Safal von Fatima Foundation for Orphans Care. الآن نحب أن نشكر الرعاة الرسميين لهذا الملتقى ملتقى إبداع عراقي في ألمانيا كل من السيد رامي من شركة عراق للتأمين والسيد أنس زنجنة والسيدة ماريل روسل من مكتب ترانس لاتركس للترجمة ومؤسسة فاطمة لرعاية الأيتام في العراق فليتفضلوا لي الشرف أن أقف اليوم في مهرجان وفي حفل إبداع. بصراحة إحنا مؤسسة فاطمة لرعاية الأيتام كانت بالبدء مع فريق إبداع في العمل وكان لنا نشاطات مشتركة جميلة جدا ساهمنا أيضا في كثير من المساعدات ساعدنا مستشفى الأمراض السرطان للأطفال في البصرة وأيضا في رحلة العراق أيضا الأستاذ ذهبي سنة أيضا باسم الإبداع وتبرعات هشام الذهبي كان وصلنا مساعدات ومساعدات كثيرة كان قمنا بها وكان أهمها وآخرها هي مساعدة الجرحى الشباب المظاهرات في العراق فالشكر كل الشكر للأخ فراس الشكر الكبير لجميع المتبرعين والمساعدين ومؤسسة فاطمة هي مفتوحة لكل الآراء والأفكار أن تنفذها وأن تخدم الجالية في ألمانيا وكثير من هذه النشاطات هي كانت أفكار لأحد مجموعة إبداع مثل الأستاذ أمل الواسط كانت طرحها في مساعدة المتظاهرين في العراق فمؤسسة فاطمة هي في خدمتكم وإن شاء الله دائماً ننال رضاكم شكراً وبارك الله فيكم مساء الخير جميعاً أهلا وسهلا بكم طبعاً يسعدنا إحنا نكون
داعمين دائما الفراس جهودنا بكل شيء ما نملك. وطبعا اني والاستاذه مارتينا رسل مندوبين عن مكتب ترانسلاتريكس وسام الصفار عن مؤسسات فاطمه لرعايه الايتام. السيد رامي مع الاسف هو الممول الاقوى خلينا نقول، مع الاسف ما قدر يتواجد ويانا لان كان عنده التزام بمنشن فما يقدر يجي حاليا. كان قبل دقائق يمكن 10 دقائق راح. تحيه طيبه طبعا له. Nochmals auf dieser Bühne, nicht aufgrund der Tatsache, dass ich aus dem Irak stamme, sondern weil ich den Beruf der Dolmetscherin ausübe. Dieser Beruf hat mich dazu geführt, dass ich 15 Jahre für das BAMF gedolmetscht habe und dabei habe ich Anas kennengelernt. Und er erzählt jetzt unsere Geschichte weiter. طبعا تعرفت على السيدة روسل مارتينا روسل عن طريق عملي في إدارة اللجوء، وبعدين حكينا وتعارفنا وبادلنا الآراء وكونا مشروع. هي اللي شجعتني إنه أبلش مشروع فرانشايز بارتنر، ما معناه إنه نكون مكاتب أخرى في كل ألمانيا ونهيئ الناس اللي بيهم المؤهلات اللي يريدون يبلشون بمجال الترجمة، يفتحون مكاتب أيا كان في شتوتغارت في برلين أو في أي مكان آخر. فراح نسوي لهم دورات سريعة 3 أشهر، نجهزهم ونخليهم يأخذون الإمكانية ويثقون بنفسهم شلون يترجمون بكل المحاكم والدوائر. والحمد لله التجربة الأولى اللي سويناها بكريفيلد الأخ ديراو عثمان هو اللي صار لسنة الحمد لله ونجح بشكل كامل، ومن الشهر الواحد راح نبلش بكل ألمانيا جالية العراقية نقدم كل ما نقدر عليه. ببداية أشرف أن أكون جزء من هذا الحفل، المرة الثالثة اللي أشارك في حفل الإبداع. أتشرف وأشرف شغل أهلي وأصدقائي Ich sehe ein Buffet von seinen Werken, ein Buffet von Porträts von Gesicht, von Blick, Dialog und von Emotionen. Sogar es gibt auch einen Spiegel, wo der Betrachter sich selbst auch als Porträt reflektieren kann oder wieder entdecken kann. Meine Frage war, wo suchst du deine Gesichter? أنا من هواة التصوير لايف، يعني حياة شارس في تويتر ويعجبني اللحظة، يعني ما أصور في استوديو، يعجبني لحظات حقيقية، يعني مو متفق عليها الناس كلها اللي مصورها ما أعرف عنها بالصورة. والعنوان مال معرض إنسايد من الداخل، الصور اللي أعرفها أنا الناس كلهم ما أعرفهم، بس أنا أحس إنه كلهم أعرف منهم، كلهم أعرفهم لأنه دائما أقدمهم للناس ما أعرفهم. يعني كل واحد راسلنا شخصيه من مخيلته. بالحقيقه انا ما اعرف هذا الشخص، بس مجرد اخذت له صوره من الشعر. من الداخل كل شخص انا راسلنا شخصيه من داخلي، ما اعرف بالحقيقه هو شخصيته شنو من الداخل. فالرأي حاطه انه كل شخص داخله اسرار او غموض، اكو ناس مبتسمه بالصوره بس عيونها حزينه، اكو ناس حزينه بس، يعني كل واحد الشخصيه اللي داخله ما حد ما يعرف شنو داخله. هذا اللي المتعه مال الفوتوغراف انه اصور بورتريه واشوف عليه واتخيل هو شنو
بالداخل. فلما شخص يشوف الصور ويشوف نفسه بالمراية هذا مثل كأنما المراية كأنما مثال من يشوف شكله بالمراية هو الوحيد اللي يعرف شكله بداخله. يعني مجرد مثال للفكرة ما المعنى. Sehr schön, vielen Dank. Ich übersetze ganz kurz, was Sie gesagt haben. Also, und zwar zusammenfassend. Und zwar, der Sergeant sagte mir gerade, dass er seine Gesichter einfach ganz spontan sucht und findet. Die sind anonyme Leute, die er nicht kennt. Und er strebt nur für einen Moment auf Namen. Und er will durch diese Porträt und die Gesichtsausdrücke und die Emotionen einfach zeigen, wie ein Mensch vielfältig ist und wie ein Mensch, der gerade weint, vielleicht ist er glücklich oder umgekehrt. Ein Mensch, der gerade lacht, aber vielleicht ist er nicht so, wie er im Bild sich im Bild zeigt. Und er sieht auch, dass diese Gesichter sind eine Erweiterung von ihm, von seiner Person. Und dieser Spiegel bestätigt seine Ansätze oder seine Theorie, dass niemand kann durch einfach nur einmal ein Gesicht sehen, wirklich die innere ja, erfahren. رسالة المعرض باختصار انه لا تحكم على شخص من مظهره. كل شخص داخله انسايد داخل نفس المعرض الشغلات السريه اللي بداخله. فلا تحكم على اي شخص من مظهره كانه مصلحه. شكرا جزيلا.